وفي ملف أمني آخر، أكد وزير العدل خالد شواني وجود تحرك للسماح للمودعات الأحداث إكمال الدراسة وتعليمهن المهارات التي تؤهلهن للعمل بعد انقضاء مدة المحكومية. وقال شواني خلال حضوره المعرض السنوي لمهارات المودعات في مدرسة تأهيل الأحداث الإناث ببغداد إن الوزارة تعمل على سياسة حماية حقوقهن في مدارس التأهيل التابعة لدائرة إصلاح الأحداث من أجل تأهيلهن وفق البرامج الإصلاحية وعودتهن بإيجابية إلى المجتمع من جديد. وأضاف إن جزءا من الجوانب المشرقة هي إصرار العديد من النزلاء وخصوصا الإناث على استكمال دراستهن وتعلم المهن المختلفة وإصرارهن للعمل من أجل بناء مستقبلهن بأيديهن وتعليمهن المهارات التي تؤهلهن للعمل بعد انقضاء مدة المحكومية. إن شاء الله أشوفكم في المستقبل وأنتم خارج هذه الدور وعناصر فعالة ومؤثرة وعناصر مفيدة لهذا المجتمع. أنا سمعت بتجارب مشرقة في هذا الدار، هناك من أكمل الدراسة أو نجح أو دخل في الامتحانات ونجح وحصل على درجات جيدة، هناك من تعلمت مهن. الآن أرى منتجات من عندكم والرسومات وكذلك القضايا الأخرى، اللوحات والأمور اليدوية، الأعمال اليدوية اللي أنتم تقومون بها، ونعمل على الحفاظ على حقوقكم وحمايتها، ولن نسمح لأي تجاوز على حقوقكم وكذلك على شخصكم أو على الحقوق الأساسية التي تتمتعون بها.